أقامت بلدية محافظة العاصمة حملتها لتنظيف مناطق المحافظة من السيارات المهملة، وانطلقت الحملة من منطقة السرة على أن تستمر لحين الانتهاء من جميع مناطق المحافظة، وسط دعوات من قبل المشاركين بالحملة للأهالي للتعاون معهم والإبلاغ عن أي وجود للسيارات المهملة. بدأت بلدية محافظة العاصمة حملتها لتنظيف المناطق التابعة لها من السيارات المهملة. الحملة انطلقت اليوم من منطقة السرة، حيث تم رفع 12 سيارة مهملة. وقال مدير بلدية مراكز مناطق السرة وقرطبة واليرموك أن الحملة ستستمر حتى يتم إزالة جميع السيارات المهملة والتي قد تتسبب بمشاكل أمنية وبيئية. من الناحية الأمنية وناحية البيئة والنظافة، فالناحية الأمنية قد تستخدم في وضع المتفجرات وتفجير الأماكن، وإحنا اليوم في وضع يعني يحتاج إلى الاهتمام أكثر، والمواطنين يعني يساعدون بعضهم بعض. فإحنا نتمنى من الأهالي هم خلال الرسالة هذه إنهم يعني يتواصلون معنا بالمركز، يبلغون عن السيارات اللي بيوتهم كانت تخصهم أو ما تخصهم، فنبي يخدمونا في هالموضوع بحيث ان احنا ممكن السياره اذا ما يحتاجونها البلديه مهم قصره راح تشيلها وترفعها وتوديها المستودعات الخاصه في البلديه. من جهته دعا مختار منطقه السره اهالي المنطقه الى التعاون مع البلديه، مؤكدا ان الحمله لن تقف عند السيارات المهمله بل ستستمر لتصل الى الباعه المتجولين والمشاكل الصحيه ايضا. ان شاء الله احنا بهذا اليوم تعتبر بدايه لنشاط مجلس الحي الحقيقة في بالنسبة للحملات الأخرى. نتمنى الحقيقة من جميع الأهالي المشاركة في هذه الحملات حتى نصل إلى الهدف المرجو منه، وهو تطوير وتنمية المنطقة. الحملة التي انطلقت اليوم من منطقة السرة قطعة 2 ستستمر حتى الانتهاء من جميع مناطق العاصمة، وسط دعوات من بلدية الكويت إلى ضرورة مراجعة كل من يتم وضع الملصقات على سيارته للبلدية.